نعمل حركة تانية. اتفضلي. بس المرة دي حنشوف صور وحتقولي لي الشخصية اللي حنشوفها يا تطلعيها لسبع سما يا تنزليها لسبع أرض. أوكي؟ رأيي ده مزاجك اللي أنت بتشوفيه. أنا معودة على صراحتك المعتادة. حنبتدي بالشخصية الأولى أو الصورة الأولى. هذه البقول. أنا لسه قايلة عليه حاجة يعني. الأصبع فوق ولا تحت؟ لا تحت. نزليه تشوف. طيب ليه يا ميمي؟ على انه يعني قال كلام مش مظبوط ما يتقالش. يعني واحد طالع في التلفزيون يقول انا شخصيا ما عنديش مانع لو مراتي تتباس انا موافق. ده تمثيل. يعني ايه تمثيل؟ يعني هقول لك حاجه حتى لو هو تمثيل وهو موافق فعلا مفيش داعي تقولها بالطريقه دي. يعني مفيش حد يخرج كده يقول انا موافق ان مراتي ما عجبنيش اللي. يعني انا حتى رديت عليه وقلت له لو انت رجولتك سامحه انك انت تخلي مراتك كده تتباس هي إيه اعتقد ان هي ما احتملتش هما انفصلوا بعديها. الشخصيه اللي بعدها علي ربيع فوق ولا تحت؟ دمه خفيف فوق طبعا. دمه خفيف قوي بس هو في المسرح لقي نفسه اكتر من السينما. من السينما او الفيديو. الشخصية اللي بعدها ميمي شكيل. الله يرحمها. كانت هنومة هانم. كيف كانت علاقتكم فوق ولا هانم. تحت؟ لا علاقتنا طول عمرها فوق. فوق يعني هي واختها. بس انا يمكن كنت صاحبة مدام زوزو اكتر من اختها من يعني من ميمي. اختها اوكي. اختها كانت متجوزة ضابط كبير في الجيش كان اسمه نجيب باشا غنيم. وكانت هي عشان مش مخلفة فكانت تحب دايما تعمل عندها قاعدة. ففؤاد المهندس وشويكار وبهجت قمر وسمير خفاجة وحسن مصطفى وأنا وشلل نخلص المسارح بالليل رايحين فين؟ عند ماما زوزو. ماما زوزو عاملة ترابيزة وعاملة عشاء وفي الشتاء نبقى في الأنتري في الصيف في فيراندا عندها كل ترابيزة طويلة ونقعد. كانت جميلة ولذيذة وحلوة وجوزها كان راجل طيب جميل. ميمي كانت بتيجي بقى تحب الأعداد دي وتيجي تقعد. بس ميمي كانت بتشتغل أكتر من زوزو في الأفلام. يعني كانت ليها كانت هانم كده يعني وليها الأغ بتاعتها. عايشة ستار يعني. لا جميلة. تمام. جميلة. اللي بعده محمد. شفيق يا راجل. شفيق يا راجل نحطه فوق ولا ننزله؟ لا فوق حبيبي. اشتغلت معاه انا عيش المجانين دي. كنت انا وليلى علوي. كانت ليلى لسه في بداياتها. وكان عم حسن عبدين وهو. وكنا عاملين شفيق يا راجل دي. دي كان ليها حدوته ظريفه حكيها لك. قولي لي. احنا بنعمل بروفا نجم عامل اربع شخصيات في المفروض اربع اخوات. واحد اخرس وواحد مش عارفه ايه وواحد صايع وواحد مؤد حاجات كده. فكنا بنعمل البروفا والنجم بيخش ويعمل الشخصيه دي ويعمل الشخصيه دي مش عاملين حسابنا بقى في الوقت. فجينا بيوم البروفا جنرال اللي هي بتيجي بقى اللجنه بتتفرج الرقابه فيخش محمد نجم على بال ما يغير لبسه المسرح يقف. طب ايه يا جماعه في ايه ما انتوا ناسيين ان في المرحله دي بيغير لبسه. طب نمله. طب نمله نقول ايه هتعملوا ايه ايه وقفنا. فكويس بقى ان محمد نجم له اخ اسمه نجيب نجم. شبهه اطول منه شويه بس الشعر برضو ده ارفع سنه بس يمشي. راحوا جايبينه قال له تعالى. قال له انا امثل انا ماليش في التمثيل اخوه بقى انا مالي. قال له هنضيع نفسنا والروايه هتقف. قال له طب اعمل ايه. جابوا له بقى لبس احنا اجلنا اسبوع بقى. وجابوا له بقى نفس تيبيكال اللبس بتاع محمد اخوه. يخرج محمد من هنا يخش التاني ايه واخده بالك مداري نفسه وعامل معرفش ايه على ما يداري نفسه يكون التاني دخل فالإفيه بقى ايه الله خرج امتى ده ودخل ده ايه فاهمه.
فبقت مظبوط. لكن لو كنا عملناها زي الاول طبعا كانت كانت مشكله اكبر. اللي هيتفرج هيعرف بقى ان ده نجم واخوه نجم واخوه، فما تفتكروش ان هو يعني عامل فيها عفريت، عامل فيها جن. بقى عفريت يطلع ويخرج ازاي بقى يقلع ويلبس في ثانيه؟ لا ما صعب. تمام. الشخصيه اللي بعدها